اخر حاجة بقى، خلي بالك لو انت بتاخد ادوية معينة لاي مشكلة تانية عندك، والادوية دي من الاثار الجانبية بتاعتها انها بتأثر على هرمون التستوستيرون زي بعض ادوية الضغط زي البيتا بلوكر او الاي سي اي. البيتا بلوكرز دول ادوية المادة الفعالة فيهم او الاسم اللي هتلاقي مكتوب على الدواء هتلاقي بينتهي ب ال او ال، زي النادولول والاتينولول اي ادوية بتنتهي ب ال او ال، او الاي سي اي اللي هي الادوية اللي بتنتهي ببريل زي الكابتوبريل والإنالابريل. دي أدوية الضغط اللي ممكن تأثر عندك على هرمون الذكورة. وفي بعض أدوية تانية برضو زي أدوية الكانسر والكورتيزون وأدوية الاكتئاب وأدوية ارتجاع المريء زي مثلا دواء اسمه السيمتادين وبعض أدوية الفطريات زي الكيتوكونازول. لازم نخلي بالنا من أي دواء إحنا بناخده ونقرأ الآثار الجانبية بتاعته اللي بتبقى موجودة في النشرة ونتأكد إن هو ملوش أي تأثير على موضوع هرمونات الذكور. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص، أتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل حاجة بننزلها. أتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.